شريح وأنك يا ذكرنا يسنعان كها وذات أديا تاريخ أوله رجي تابعين تألوه شعلاء وذات كي هاني بن يزيد الحارثي النبي قو إيمان جرى عليه الصلاة والسلام تلك مركي ربني حارثائي ويما دان أيوة وفدئة يحوار كان النبي وأن كان لغها يا أبا الحكم يا أبا الحكم مركز النبي قو إيهري وأن كان أبيه شريح أبيه هاني هاني بن يزيد بوها مركز النبي قو إيهري كالب لهذا هاني محال لغو بحي يا أبو الحكم لغو نانا يسي حن نبي الله وحكلمت شريه تلكي مركان دحجو وي حسكو قبطان اما حاجه اي كم رغتو وي كينا وانا سو دغيستا وخي لا قومن ان كفهم دينك اي رايك اي عقلك اي الهي سي سليم كان كو كلا حكومه وانا كو كلا قن عام بلو دنه كلا عبا اسكم الله يحضر نا و خلو ورو فناغ سدك ان لا كلا سارو دينك لو كلا سارو كدبنا رايك اي لا قاتو لو قن ور وناغسن ويي الحكم وهل اسم النبي الحكم لما أقول هذا ما قال أنكر أبو الحكم ما إن الله هو الحكم وإليه الحكم كلبحية وقال لو حكم طبنا وقال كتابك الرب بها وشاء إسكال الدين تبنى آدم ما قال ما قال أنكر إن الله هو الحكم وإليه الحكم مركي هوشا لقد يا وحال النبي كل عرم ملاذي ها لم يددك انت بو اي جوغان يا اوين ويلش هذا شيء وحا اوين بنين له شريح واوداد كان شريح بن هاني هذا العاوة هيسان تابعي كان وي فانت ابو شريح بن ما انت لا قبل الله ابو شريح بان لو يلا هذا ابو الحكم ممنوع ما حتى ما شيغن كرتيد انا معناتها هذين برلمان برلمان كان متله بالعاني رقبه نبي محمد وحديدين وداد مسلم وصحابية ومدى الدين كوكا الحكومة هي وحديدين هي انو الا يدهدو ابو الحكم كلا بحيه كلا حكمه ابدا الله وي فالحكم لله العلي الكبير اللهم بائس كلا هوشاس تابعي انا هوشاس هذا كوسي نقول ما هي تابعي انا حقوق يسوي لي الربعين وذات كان تابعي مركا حلقا نبغي او تشوغي به ونبغي او ايمان ايو نين وين بو اها مركا هو تابعي مخضرا بل هو جاهلي اسلامي نين وين بو اها مركا هو تابعي مركا لقا ايغو حقا انو سن نبغا ارق او صحابه الله كل مي وانا صحابي مركا لقا ايو نبغا سوق قاري لكن موسى ارق نينك النوع عاصم مركا مخضرا بل الى هذا تابعي كان مركا من كبار التابعين بالغتري أبو بكر عمر عثمان علي رجع صدنا رجع سو قريب وها نبي محمد بدنه الكسو قريب سو وين أبيه لو قم قعدري أبيه بسحابي بلا خلاف أما أسو وذا دايل وسحابي لكن سيد صواب كان نبي أبو لك وسو قريب سو نو وينه لكن موسى لقول من منا أركين بروجينا لقاء سيد صوبنا ما رحمرين إيش سنا مقبن لكن نو وينه هذا السحابي أو نقن كري هذه إلهي وافتشل لها واجد دنبي سيدنا أبو بكر خلافة دي يسي رقي هالقمي بوها كسوة قيب قال حروب الردة كقيب قالي حروب سيدنا عمر خلافة دي يسي رقي هذا قرب يستاقي بوها دقال كتستر عطا وعلى رها كرده قي واجد دنبي اللي يسي خلافي خواستي سيدنا علي بن نقضي عيدا كالصحن كأر يؤبان دولو وهانجري دقال كالسفين رقي هو قامني عظمي ريكو فوقها أسل كسواني يمنية وربني حارثة يمن بكسو جدا سيجا به بشرع دقي هاني من يزيد الحادثي لكن واجد بكوفة يدقينا كتر من كوفة يدقينا كتر من مشاهد دي ورم بكقى يبقى عاد الدقال وقال وسنجلين كي نهروان بوشوك كي جمل بوشوك كي سفين بوشوك واجد ب حجاج بن يوسف بالسوق قال انت وعمري بقول يلا باتن سنه قد انت بقول يلا باتن سنه انو غاري بالشيء بقول كاسو مرن بمبل اينو خري ولا دور تن باو ديرا لك ابو حاتم السجستاني او ميشو كشهيدي رقي تاريخ وحك قري او خوري بقول لبا تن بو خري ايضا بواجد بحجاج او دري بقور كي في افغانستان من رتبي لورنجري او مسلمين تا كلا غابيي او بلايا ري افغانستان ويلو بو دي بدناي هداي قالا هاين يو هداي مسلمين بريدو بوينا مصيبه هاي
khilaafadii sayidina cuthmaan baa la qabtay afghanistan magaalada kabul xilliga kabul baa loodhan jiray maaha magacaada la baxday waxay gaalo bixisay maaha hadda gaalo dambaysay gaalo hor haday doon ha bixiso laakiin waa magac horo qadiima xilligii sayidina cumar iyo cuthmaan iyo cali ba kabul baa loodhan jiray khilaafadii cuthmaan baa la bilaabay xilligii mucaawiya la dhammaystiray kadib intay gadoon muslimiinta baabeeyeen baa haddana lagu duulay nin ratbiil la yidhaahdo boqor ah oo balaayo qaba ah oo aada u dagaalama oo muslimiin badan kala gaabiyey raggii dagaalihiisa ku shiiday taabiciga ka mid ah shuraac ibnu hani ibnu yazid alxarisi xajaaj baa diray ciidan 40,000 lagu qiyaasay inuu ahaa 18,000 ree kuufa ah oo uu hogaaminayo shuraac ibnu hani taabicigan haddaad haysan hooyadan xadiidka ka qaadanaya iyo ree basro 20,000 lagu qiyaaso uu hogaaminayo cubaydillaah ibn abibakar athaqafi abubakar wiil u dhalay oo imtixaan ah isaguna ree banu umayya ay ku shaqaysan jireen oo aabihii buu u takfiiriyey aabihii abubakar hoosta ka xariiqay markuu arkay qaabka u dhaqmaayo hadda kor baa usha maqaalaad kaga hadla kusii noqon maayo ciidanka xajaaj wuxuu yidhi wada kala socda intaad kala socoto nin walba meel ka dagaalamahayo nin walbuu amiir mustaqil haddaad isu timaadaan oo dagaal wada gashaanna cubaydillaahi baa wuxuu nacalooyinta xagga ayaa ku fiicnaa isaga amiira buu odayga oday waayeelo lama maamuli karo sababtaa ka soo horeysa wixii dhici doon arki doontaa ninkii ratbiil ahaa iyo reer kaabul baa la isgalay waa la jabiyey gaalkii waa la waday gaal laakiin dagaalyahan baa markuu arkay inaan awood u sahayn iyuu ka baxay wuu insixaabay magaalooyinka oo dhan tuulooyinka o dhan buu ka baxay buurahan hadda ay ku jabeen reer maraykan ku jabeen ee rashka hadda kore ku jabay ee ingiriisku ku jabay oo nin walbo afghanistan gala uu ku jabo ayuu galay muslimiintuna markaa maysan aqoon dhulka xadhisada sii loo lahaa ee lagu urursan haya khanaa'imtii adhigii geeli lo'dii ururi maxaabiista iyo waxay ba arkeen baa iyagoo xaggaa lagala soo qoortayba xaggaa laga soo qoortay meel walba karin aanay kasoo taagay warma kasoo taagan yihiin muslimiinta oo baa la geliyey marka waa la isku geedaamay waa la go'doomiyey cubaydillaahi waa nin siyaasadda ku fiican isagu wuxuu yidhi war ma dagaalami karee marka toddoba maalmood lasoo hortaagnaa oo muslimiintii ay sahayda ka dhammaatay oon loo dhammaanayo iyo wuxuu yidhi sulx baan galaya ritbiilo wuxuu yidhi waxaan ku ogolahay 70,000 oo dirhama baxayn ayaa waddaan ka baxaan noofu wadaadkan hadda waayeela wuxuu yidhi waad isku xartay shuruuc wuxuu yidhi waad isku afkaad xagga dambaad ka tidhi maxaa jira magaaladan baan annagu maanta aan siinaynaa laaluush si aan naftaan u badbaadinno wuxuu yidhi in badan baan raadiyay shahaada fii sabiilillaah waxaan adduunya maanta ku feynlay ma jirto cimri ay dhammana ma jiro yidhi maanta haddaan meeshan shahaada ka waayo did ma shahaada heli maayo halkan haddaan ka waayo shahaado dib dambe ma helaya buu yidhi ee adugu haddaad iska tegay cubaydillaahi ibn abubakar oo iska tag waxaad kaxaysan kaxayso war muslimiin maqlaysaan ninkii janna doonahay soo raacu yidhi gaaladoo go'doomay siduu fooda geliyo 18,000 baa raacday kutubu tawaarikhka akhriya 18,000 baa raacday oo u badan quraa xufaad raggii fursaanta geesiyaasha ahaa baa raacay 200 oo nin keliya ayaa ka baxay inta kale way shahiideen kama badbaadeen 17,000 baa shahiida asna meeshuu ku shahiiday wadaadkan shureyxa ya maysan furina kuwii kale badbaaday ciidan kale ciidan kale la godoomin lahay la baabin lama badbaaday cubaydillaah uu watay reer basro dhan hal gabar kama shahiiday wuxuu yidhi annaga idan furanayna waxba lacag bixin mayne idinku cararabun intaana ugaala hortaaganna baxa idinku 120 isagoo jira halka ku shahiiday maalinku marka reer kufa dagaal gelin lahay fa baayacum caalmuud waan kaaga tegay 18 beec ka qaday caalmuud inaysan cararayn oo dhimanayaan hal nin kama bixin 200 nin baa ka badbaadaa 18 reer kufa nin ma dhaqaaqin odayga hadii 120 jir hadduu ka hoogamada carari kara odayga jilib culus oo 120 jir hadduu asagoo dhimasho diyaar u yahay adoo ugu yar xaggeed u carari maalinku reer kuufa dagaal gelinaya wuxuu gabay buu tiriyay oo aada u qiimo badan oo waxaan ka xusuustaa wuxuu yidhi asbaxtu daa bathin uqaasi lkibara qad cishtu bayna almushrikiina acsura thuma adraktu nabiya almundira wa bacdahu sidiiqahu wa cumara gabay dher buu tiriyay
وحور أنو هذا أصبحت ذا بث وقاس الكبار وحور هذا حنا بضم بارسك قبابر ويا اللي ما من لا دقاق لا قد عشت بين المشركين عصورة إن بضنا قال أن قصور إحنا المشركين تعربين وأنتم إسلامين كور ثم تأدركت النبي المنذرة واجد دمر النبي محمد بن سوق قريبول وبعده صديقه أبو بكر وعمر وتري قبل دير سفين بكشكي أنت الدجال وقالوا دم بسوتري هيهات هذا أطول عمر أبوري عمر أطول عمر حوري عمر أنت هكذا ما بس نولان كاري الدجال كرجل مرة توضي قبيه وتري باش هورن وقلي نينا كما صهرين حجاج باوركي قارئين مسلمين تمشي هذا كله هذا عبد الملك بفرين قدر رمبال محان سمية حور قال كما أنت قوشة أو كو قراري هدو وحوكو كو يرنستو ونها لبسنة أيضا كلا قدر لحظة كنبا لقلي تقلسوا اليمن يا شام يا حجاز لقاك يعني واقد ما سيود المسلمين تو نينكو قدوي سبا الشتين جزي واجد أن بكاء قادم ويس ديبي مركا نين كان وهاني من شريح نين كان ليلة ذوي هاني من شريح مزيد الحادثي بقوي لباتن أصوأ أيو شهادة كدورة مسلمين بيع الموت كقاضي يا شريح من هاني من يزيد الحادث إنه قلوا وايل كنو ما ضمحوك شقية إيش هيك حوك شقية قبيالات فرق قبيل إذا بضروا سقا كان نمو ومدى وحكة لتشبية إلهي وحن رالي قلنين قال لي رسولك وحكة عرية كشقية لأنه يرضى عن طبع مسلمين تقول روائيه قال له بحسن جري الدين تيسي الدنمة تيسي عقل تيسي قرات كيس أنه قل ماشي أنه لقصه قال لي آفض وامحة واتنعستي تنعستي جلب عليس جلب عوص تيبا ونباب بإزيبا ماشي أنكدو أنه ماشي أوي مساجد فيريا يا فرديا دان يرو خير هدي لشيك دان يرى أبدا عيدها يا صلاتها فيريا ويلك ونوير يا هيبة ميك دم مادين ميك درها يلم قيهين أروى بنكرم وهيبة مركا شريح بن هاني نكاسوي الحادثي قاسم بن مخيمرة اللي ركورنا شريح بن هاني وعوري كان أفضل من رأيته من بين الحارث قيس كوكرنا شنينك وقوقنا بدنا وقدين في عمبا وكان خيرا صالحا بوري أحمد بان لو يديه وانك من الاسمي ويديه وحد كورينا يسان كوريه بوري أصدقاء الاسمي ويديه مركن ناضو خير بضن بوها وحال الله وهي شيئا تابعين تو إنه أفقه قومه ريب بين الحارث نينك وقفقه سنبنا تلضى مالك أوقات وحيث إنه أميرك وافقه من حيث سياسة أميرك أمرك سينه قاتي أهيد وهو إلى هذا مساسها مسلمين يعني بدبالين أن صلح بان قاضي أنها إنه يلي أهيد ما دام اللي جري هذا كولانتان وسط ما دان أذي عبيد الله وحا أمير عبيد الله لكن هو أركي جنب بلنبو أركي والبابيث فرينيهين دانو أمر دمانو نينك مركي إليك قال هيا إنك ينوي نينك لما فسحي عبيد الله الرع ما لها كشكي كابول إيو بصري وكوفي عراق كشكي مركز سياسة هاين وسقع داعي أهيد waxaa loo jabay ciinkaas badan loo jabeen waxa laga imanay tahay mukhalafada ay galeen way dhici kartaa laakiin iyagu waa shahaado haj waxa abdul malik wafaqiyaha baa ka warramay uu nimankaasi markuu calaa xajaaj aad booga xanuunsaday ciidan asagu uu dareen in la jabiyo uu nacbaa bal ay qabo ahaa dagaalka ku fiican uu imtixaan xajaajku aad booga xanuunsaday ciidan inta la eego jabay intu noola muusa arag hal maalin gudaheed ku jabo loo baabeeyo maalmo ciidanka noocaas ku dhamaan jiray أد بوقحهم سيد حجاج بو عبد الملك بودر فرين ديرو على حوري يا سوالينه وإذا دها سادس صوب بحلاهين ودكم مش ضوء وقول إيمان الله وح قد الرابوها ثوابك ذي أجر كنا على الله وي قال كان لك تعرف كلب بحينه عيدا نقص كل جي ودر بور دعيدهم كوير يا هنا يسوع شغنا قصو دريا بقولكم شام قصو دقاتنا إيه ويا اللي أبغى نغني الإسكاب الداي marka mukhalafaadka umarada muslimiinta ala khilaafo dib badan bay leedahay hadaan marka aysan masala nasl aysan khilaafin hada la iska ilaali wa hadaynu dhaano marka ubaydillaah wuxuu amir muslima oo takfiirka aabihi aynan ku raacin